نكمل معكم أعزائي الطلاب في مثال رقم 1 صفحة 98. إذا علمت أن جي بالسين 2 على 3 وسين أكبر من 0 وأقل من باي على 2، احسب قيمة ما يلي: 1 جتا 2 سين، 2 جي ب 2 سين، 3 ظل 2 سين. طيب الآن عشان نحسب جتا 2 سين، تعالوا نتذكر بسرعة شو جتا 2 سين. عبارة عن جتا تربيع ناقص جي بتربيع، لها ثلاث متطابقات حكينا، أو 2 جتا تربيع السين ناقص 1، أو 1 ناقص 2 جي بتربيع السين، فإلها كم واحد؟ إلها ثلاث. طيب مين بدك في الثلاثة دور بصير تختار، بس بما إنه أعطاني الجيب خلينا نختار اللي فيه الجيب، فبحكي هاي على طول: 1 ناقص 2 جي بتربيع السين وتساوي 1 ناقص 2 2 على 3 كلها تربيع. لاحظوا احنا بالربع ايش؟ الربع الاول الجيب بيكون موجب، جميعهم بيكونوا موجبين، ويساوي 1 ناقص 2 وبدنا نربع هاي بتصير 4 على 9، فبصير 1 ناقص 2 ضرب 4 8 على 9، وهاي كأنها 9 على 9 بصير 9 ناقص 8 1 على 9، هاي هي جتا 2 سين. طيب تعالوا نروح لجيب 2 سين. تحكي لي جيب 2 سين ما إلها إلا متطابقة واحدة اللي هي 2 جيب سين جتا سين. هون كان عندي الجيب موجود، طب هون أنا عندي جيب وجتا أو جيب ضرب جتا. طيب الجتا كم؟ أنت معطيني الجيب فقط، ممكن أجيب لك الجتا. كيف؟ ممكن تستخدم المثلث أو نظرية فيثاغورس، متطابقة فيثاغورس: جيب تربيع السين زائد جتا تربيع السين تساوي 1. الجيب 2 على 3 بصير 2 على 3 تربيع زائد جتا تربيع تساوي 1. هاي 4 على 9 انقلوها للجهة الثانية، بصير جتا تربيع السين يساوي 1 ناقص 4 على 9، بصير جتا تربيع السين يساوي هاي كأنها 9 على 9، 9 ناقص 4 5 على 9. خذوا جذر للطرفين، بصير عندكم جتا السين جذر الخمسة على 3، جذر الخمسة على 3 هاي جتا السين. ممكن أحطها مكان جتا السين هاي، والجيب عندي جاهز خلاص. فإذا جيب 2 سين تساوي 2 ضرب جيب السين، هيها 2 على 3 ضرب جتا السين، هيها جهزناها جذر الخمسة على 3، وبنضربهم بعض بصير جيب 2 سين 2 ضرب 2 4 جذر الخمسة على 3 ضرب 3 9، فجيب 2 سين هاي هي قيمتها. طيب ظل 2 سين، حكى ظل 2 سين، ظل 2 سين يساوي 2 ظل السين المتطابقة اللي أثبتناها على 1 ناقص ظل تربيع السين، فبلزمني الظل هون. طيب الظل ايش يساوي؟ الظل عبارة عن جيب على جتا، الظل ظل السين يساوي جيب على جتا، جيب السين على جتا السين. طيب كم الجيب؟ الجيب 2 على 3 هيه اعطاني اياه بالسؤال، وكم الجتا؟ هيها جذر الخمسة على 3. ممكن نشيل المقام مع المقام، بضل عندنا ظل السين يساوي 2 على جذر الخمسة، فممكن أحط مكان هاي تساوي 2 ضرب 2 على جذر الخمسة على 1 ناقص 2 على جذر الخمسة كلها إيش؟ تربيع. هاي ممكن نضربها تصير 4 على جذر الخمسة تقسيم 1 ناقص، هاي لما نربعها بتصير 4 على 5، 1 ناقص 4 على 5، الواحد كأنه 5 على 5، 5 ناقص 4 1 على 5 بصير، ويساوي ناخذ البعيد مع البعيد 4 ضرب 5 20، وجذر الخمسة ضرب 1 جذر الخمسة هاي هي ظل 2 سين، هاي هي ظل 2 سين. نكمل معكم إن شاء الله في بقية الأمثلة والتدريبات في هذا الدرس.
ونراكم على خير إن شاء الله.